فيما أكد أبناء الجالية المصرية في الأردن حرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك لاستكمال ما تحقق من إنجازات ولا سيما للمصريين المقيمين في الخارج. كجالية مصرية مقيمة في الأردن، أنا مقيم في الأردن منذ أكثر من 30 سنة تقريبا. إحنا كجالية مصرية يعني دايما بيجمعنا في موسم الانتخابات، يعني إحنا بنعتبره مش موسم انتخابات فقط، ولكن بنعتبره موسم لتجمع ولقاء الأخوة المصريين والأحبة من كافة المحافظات. إحنا بنتعامل في الأردن زي ولاد البلد، كنا مستثمرين أو كانوا مقيمين. الفترة اللي فاتت اللي مضت دي، رغم الظروف السياسية اللي بتمر فيها المنطقة، إلا إن المصريين أصروا إن يجوا ويحطوا صوتهم لأسباب كتيرة، أولها رقم واحد المكاسب التي حققها المصري في الخارج على مستوى الدولة المصرية، وإحنا دورنا الإيجابي اللي إحنا نوعي الناس ونجيبهم ونساعدهم ونقول لهم ونفهمهم إزاي يقوموا بالحركة الانتخابية عن طريق إن صوتك أمانة وصوتك لدولتك لازم أن تكون مشاركة فعالة ولازم أن تكون إيجابي، عشان لما توصل للانتخابات بتاعتنا والأعداد بتاعتنا والأرقام بتاعتنا لكل الناس وتعرف إن هم فعلا شعب ديمقراطي وشعب عنده حضارة وشعب عنده فهم وعنده تطلع للواقع وطلع كمان للي جاي ايه الحاجات اللي موجودة عندنا في المنطقة العربية واللي احنا عايزين نوصل لها، ان يا جماعة ديروا بالكم على بالكم.